أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: أرجو توضيح مسألة القدر والتكلم فيها بإسهاب، بارك الله فيكم. القدر هو ما يقدره الله جل وعلا في هذا الكون من الحوادث والمجريات، وذلك أن الله علم ما كان وما يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما من شيء يجري إلا وقد علمه الله أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأوجده سبحانه وتعالى في وقته. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر فليس من الله، من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، لأنه انتقص ركنا من أركان الإسلام. والإيمان بالقدر هو كما ذكرنا أن تؤمن بأن الله علم الأشياء قبل وقوعها، وأن الله كتب في اللوح المحفوظ، وأن الله شاءها وخلقها عند وجودها. لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملكه شيء بغير مشيئته وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان، وهذا هو التصديق، وهذا هو الحق الذي لا بد منه. ولا يدخل الإنسان في التفاصيل في القدر والسؤال عن لماذا ولماذا، لا يدخل فيها. يكفيه أن يؤمن بالقضاء والقدر ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل في التساؤلات والإشكالات، لأنه لن يصل إلى نتيجة. لأن القدر كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه، ولا يمكن لأحد أن يعرف هذا السر. نعم.